هو أحد نجوم الخمسينيات وأوائل الستينيات في النادي الأهلي. هو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. اللواء علي حفظي محمد حفظي نبحر عبر الزمن، نتحدث عن ذكرياته التي اختلطت فيها الرياضة بالعسكرية المصرية. يحدثنا عن نشأته ومشوار حياته، عن قصته مع الكرة والنادي الأهلي، عن تاريخه مع العسكرية المصرية التي حولت مجرى حياته من لاعب كرة ينتظره مستقبل كروي كبير إلى رمز من رموز العسكرية المصرية. في البداية الحقيقة يسعدني أني تلقيت هذه الدعوة الطيبة من تلفزيون النادي الأهلي، وبعتبر دي الحقيقة نموذج لمسة الوفاء التي يتميز بها أسرة النادي الأهلي بما فيها تلفزيون النادي الأهلي. ومن خلال هذا اللقاء الحقيقة يمكن هحاول، لأن طبعا الارتباط بالنادي الأهلي ارتباط منذ سنوات طويلة يمكن منتصف الخمسينيات، فححاول إن شاء الله خلال لقائنا النهاردة أن احنا نتحدث عن ذكريات على مدى عشرات السنين الحقيقة. يمكن الفترة اللي قضيتها في قطاع الرياضة في النادي الأهلي ما استمرتش الفترة طويلة نتيجة دخولي الكلية الحربية، ثم الالتزامات اللي كانت موجودة على القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت، لكنها الحقيقة الواحد بيحمل لها كل الذكريات الطيبة. ويمكن كل ما بتذكر هذه الفترة بحس بأصالة كيان أسرة النادي الأهلي، الأسرة الكبيرة العظيمة دي اللي بتتوارث من جيل إلى جيل، القيم الطيبة التي يتميز بها الحقيقة أبناء النادي الأهلي ككل. نشأت في أسرة من حيث المستوى الاجتماعي متوسطة عليا، لأن والدي كان رحمة الله عليه كان لواء شرطة، ولوقات الشرطة زمان كان لما ياخد رتبة اللواء ده كأنه باشا رسمي. ووالدتي ست من نقول النادر تكرارها، من تدي قيمة أصيلة للمرأة المصرية التي تقدس العائلة وتقدس أبنائها وتبذل كل ما هو غالي ونفيس من أجل راحة هذه الأسرة. كانوا الحقيقة بيهتموا بالتعليم عندنا، وإحنا نخش المدارس أحسن مدارس، وكانوا بيخافوا علينا جدا. معرفش يعني كان الخوف ده ناتج إيه، مش قادر أتخيل الشعور اللي موجود لديهم، لكن دي هي طبيعة الأم المصرية. ويمكن الوالد أكثر صلابة في هذا المجال، لكن الأم المصرية بتخاف علينا خوف كان غير عادي، وكنت أنا أكبر أبنائها. فكنت لبس الكورة أحطه في الشنطة وأخلي واحد زميلي اللي كنا نروح النادي سوا، وكان الأخ الأكبر لحسن حمدي عادل حمدي رحمة الله عليه كان بيلعب معايا في أشبال النادي الأهلي، كنا مع بعض يعني جنب بعض في السكن، وفي نفس الوقت بنيجي بقى نلعب في النادي الأهلي مع بعض هنا في أشبال النادي الأهلي. فكنا بقى نتفق أقول له عادل بعدي عليا أحدف له الشنطة اللبس كرة عشان هو أنا نازل أبقى معيش حاجة، ما رايح فين. فيعني قعدت الفترة بأمانة كده لغاية يمكن ما دخلت الكلية الحربية بلعب في النادي الأهلي كده زي بقول إيه، بخطف نفسي أروح ألعب في الماتش وأروح على طول، يعني يمكن ما بقدرش أقعد في النادي نص ساعة بعد التمرين أو الماتش يعني.
التكريم محتفظ بيه عندما حصلت على شهادة عيد العلم في سنة أعتقد يمكن 55 من وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين في دار الحكمة في القصر العيني. كانت بالنسبة لي دي يمكن محتفظ بيها لغاية النهاردة، وهي دي اللي مبروزها الوحيدة من كل التقديرات اللي عندي. دي بتدي نموذج ان ازاي ممكن الواحد يبقى متفوق في الجانب العلمي والتعليمي، وفي نفس الوقت يبقى متفوق رياضيا. ففي الحقيقة لغاية ما وصلت بقى للثانوية العامة، و يمكن كان والدي نفسه يخليني ابقى ضابط شرطة زيه، قلت له لا انا مش عايز يعني اخش في كارير الشرطة. فقلت له لا هتقدم كده في الكلية الحربية بدون اي ترتيبات. يمكن طبعا انضميت للنادي الاهلي، يمكن كنا احنا في واحنا شباب صغيرين فتيان، يمكن 13-14 سنة. كنت الحقيقة ساكن في منطقة هنا قريبة يعني من النادي الأهلي الجزيرة نسبيا، هي الروضة. الروضة دي عندي مقياس النيل في الروضة عند كوبري عباس، وكنا في المنطقة الحقيقة شوفوا بقول لحضراتكم مثلا 12-13-14 سنة مكونين في المنطقة 3-4 فرق بيتنافسوا كأنها بطولة من البطولات اللي بتقام في أي منطقة أخرى من المناطق الملتزمة بالجوانب التنظيمية. ويمكن كان في المنطقة بتاعتنا من لعيبة النادي الأهلي، بتذكر جيدا طبعا ميمي الشربيني لأن كنا بنلعب مع بعض، وحسن حمدي كان ايضا جارنا بيلعب معانا. ف يمكن ما كانش في دماغ الواحد ان هو يلعب الكوره في النوادي، لكن كان النادي الاهلي الحقيقه بيتميز بان كان عنده من يقوم بعمليه الاستطلاع، يمكن بلغتنا بقى العسكريه، ان ازاي يبقى في مندوبين من النادي الاهلي بيتجولوا في الاحياء المختلفه عشان ينتقوا اللعيبة اللي بيجدوا انه فيهم موهبة ممكن انهم ينضموا الى نادي الاهلي. فبتذكر ان في احد المرات واحنا بنلعب مباراة من المباريات اللي موجودة في المنطقة بتاعتنا، وكان في اربع فرق قوية، حتى فاكر كده كان لينا فرقتنا كان اسمها فرقة الاسد المرعب، ودي كان لازم احنا اللي نكسب، يعني فرقة كانت شديدة. فكان في الكابتن عبد البقال هو اللي بيقوم بعملية المرور دي، فالحقيقة يعني شافني من ضمن الفرقة اللي بتلعب، فقال لحد من زمان لا بخلي فلان ده هاته معاك المرة الجاية يجي لنا النادي الأهلي. يمكن ضميت للنادي الأهلي بقى، جيت عملوا لنا اختبار في نادي الجزيرة، ف قبلوني من اول كوره شطتها في الجون، قال لك لا تعالى جهز نفسك عشان تيجي تنضم لينا في اشبال النادي الاهلي. فانضميت الحقيقه لاشبال النادي الاهلي تحت 16 سنه، ثم تحت 18 سنه، ثم تحت 21 سنه، ثم انتقلت للفريق الاول، وكنا بنسميه الفريق الكبير. وبتذكر حاجه كويسه الحقيقه، نفسي الحقيقه تعود تاني، ما اعرفش هل ممكن ولا غير ممكن. أنا فاكر كده كان النادي الأهلي قبل المباريات الرسمية ما بين في الدوري مع الأندية الأخرى، كان الماتش غالبا بيبقى الساعة 3، يبتدي الساعة 3، فكان الساعة 1 بيبقى في ماتش آخر ما بين الفريق الثاني في النادي الأهلي أو فريق الأشبال مع الأندية الأخرى أيضا، بحيث من 1-2:30 أو 3-4 بيبقى أبناء النادي قدام أعضاء النادي. ولا أنسى المدرج الخشب بتاع النادي الأهلي ده، وكيف كان يبث الروح فينا وإحنا حتى في الأجبال وإحنا بننافس على وكانت بطولة وكان ليها مذاق آخر. والحقيقة يمكن برضو بتذكر في الجزئية دي
لان نقول الانشطه دي الحقيقه دلوقتي في العصر الحالي قليل قوي الواحد يشوفها. كان في واحنا في ابتدائي دي كنا بنخش 9 سنين وناخد الشهاده الابتدائيه 12 سنه. كان في بطوله للمدارس الابتدائيه ومتذكر كده كنا بنلعب البطوله دي على ملعب نادي المعلمين اللي هو مجاور على طول للنادي الاهلي، وكان مندوب الانديه ييجوا يشوفوا بطوله المدارس الابتدائيه ثم بعد كده المدارس الثانويه. واتذكر طبعا اقول في الجزئيه دي مدرسه السعديه ومدرسه الابراهيميه والخديوي اسماعيل والخديوي، كان لعيبه كره على مستوى نقول في السن بقى الاعمار السنيه اللي هي نقول من 15 الى 18 سنه، بحيث فعلا كانت النوادي بتنتقي اللعيبه المتميزين من خلال هذه الانشطه. الحقيقه بانضمامي بقى لاجبال النادي الاهلي دي كانت بقى النقله الرئيسيه في الاستمرار بقى في مجال. صحيح كنت بلعب انشطه رياضيه كتيره في المدرسه، وبتذكر جيدا طبعا كان اهم مدرب في الفتره دي معايا الحقيقه واللي كان بيشجعني كان رحمه الله عليه الكابتن حلمي ابو المعاطي. لما ابتديت الحقيقه نقول لغايه تحت 18 سنه ثم التحقت بقى بالكليه الحربيه. الالتحاق بالكليه الحربيه طبعا بعدني عن النادي نسبيا، لكن كان تملي على اتصال لدرجه ان يمكن بتذكر في اللقاء اللي كان كشف الهيئه بتاع الكليه الحربيه على الرغم ان كنت جايب تقدير كويس. بتذكر رحمه الله عليه الفريق محمد فوزي وكان مديري للكليه سالني سؤالين. قال لي انت فلان؟ قلت له فلان. قلت له ايوه فندم. قال لي انت اللي بتلعب في النادي الاهلي؟ قلت له ايوه. قال لي اتفضل. يعني شوفوا بقى القيمه، كانت قيمه لعيبه حتى النادي الاهلي، نظره حتى القاده الى الشباب الجديد اللي بينضم طالما ده من النادي الاهلي يبقى جاي بقيمه، يعني جاي في نموذج من النماذج الطيبه. وفعلا في الكليه الحربيه كان الواحد نموذج طيب لدرجه اني كنت وصلت اني بقيت كابتن الكليه الحربيه وكنت من الاوائل في الدفعه. فالحقيقه بقول في الفتره دي انا بعتبرها فتره كانت ثريه جدا، وكان من اهم الحقيقه الانشطه اللي موجوده في ذلك الوقت واحنا في الكليه الحربيه دي لا انساها الحقيقه. كان في 3 بطولات، بطوله كليه سداسيات كليه الزراعه اللي كانت في الجيزه في ميدان الجيزه، ودي كان بيشارك فيها يمكن 50-60 فريق. وبتذكر ازاي احنا في الكليه الحربيه في احد السنوات، لان الكليه الحربيه حوالي 3 سنين على الرغم ان انا يمكن كانت الظروف في ذلك الوقت يمكن ما عادش غير 2 سنين نتيجه انهم جم في نص الترم واحنا في متوسط، كانوا محتاجين دفعه جديده فعملوا اختبار كنت نجحت ضمن اللي نجحوا فانتقلت الى نهائي وتخرجت اخر السنه. فكانت البطوله دي الحقيقه بيشارك فيها من 50-60 فريق، اللي يتغلب يطلع اللي يتغلب يطلع لغايه لما يوصل في الاخر في النهائي 4 فرق يبقى السيمي فاينل والفاينل. فبتذكر بقى شوفوا حضراتكم هقول المستوى اللي كنا فيه في ذلك الوقت. احنا كليه الحربيه كان معايا عفت، وعفت كان بيلعب معانا في النادي الاهلي، معانا يسر طربوش كان في الاسماعيلي، كان في جون محمد عباس رحمه الله عليه كان برضو جون من النادي الاهلي. يعني كنا 5-6 سداسي، غير الجون 5-6 غير الجون واحد احتياطي قاعد. يعني ما احناش مشاهير من لاعبي كره القدم في ذلك الوقت، ولكن الفرق الثانيه بقى كان فيها مين؟ كان في فرقتين للمعهد العالي للتربيه الرياضيه، والفرقه الثالثه الإبراهيمية. الفرقتين بتوع المعهد العالي للتربية الرياضية منتخبات فيها 16 واحد منتخب مصر، اللي كان منهم طبعا ربنا يديله صحة وطولة العمر طه اسماعيل وبدر عبد الفتاح ابو شحتة وخلافه، يعني 16 واحد منتخب مصر وعاملين فرقتين ألف وب. والإبراهيمية بقى فيها مين؟ نبيل نصير الزمالك وعلي محسن و يعني فرق تقيلة. شوفوا بقى حضراتكم نقول ايه
الروح اللي الواحد اكتسبها من النادي الأهلي زائد العسكرية المصرية، الحقيقة أنا بحس إن في التقاء ما بين الاتنين. كواحد انضميت للأسرة الكبيرة بتاعت النادي الأهلي، وكواحد قضيت أكتر من 40 سنة في قواتنا المسلحة المصرية، بحس الاتنين بيتميزوا إن تحس فيه الوطنية في المجتمع المدني بتتجسد الحقيقة في أسرة، كنموذج من نماذج الطيبة الوطنية المدنية بتتجسد في أسرة النادي الأهلي، وكذلك بقى الوطنية العسكرية اللي هي في داخل القوات المسلحة. الاثنين بحس فيهم في نوع من الروح اللي بتدي القدرة على التصميم والنجاح، ودي طبعا هتربطني على طول، هروح نقلة كده. تخيلوا حضراتكم فرقتنا احنا دي كسبت وخدت بطولة السودسيات الزراعة، ايضا كان في بطولة مهمة قوي كان اسمها بطولة القوات، كاس القوات المسلحة. كاس القوات المسلحة ده كان جميع اسلحة القوات المسلحة بقى بما فيها، احنا كنا في الكلية الحربية، واسلحة القوات المسلحة كان فيها كل لعيبة منتخب مصر سواء كان في المدفعية أو في المشاة أو في المدرعات، وكان الجيش كله بقى بيهتم كيف يحصل على بطولة الجيش برضو. وإحنا في الكلية الحربية بالروح اللي تربت فينا دي الحقيقة نجحنا أن إحنا ناخد كاس الجيش. أيضا كان في أسبوع شباب الجامعات بحيث بطولة، وأعتقد أنها بتتكرر خلال يعني السنوات الماضية ولكن ليس بالثقل اللي كانت عليه قبل كده. فكان الحقيقة فترة غنية سواء كان ارتباطنا بالنادي الأهلي كالتزامات أو ارتباط بأنشطة أخرى بتخدم النادي الأهلي أيضا في اللعيبة المنضمين. وكان معايا الحقيقة في الفرقة عدد لا بأس به الحقيقة من أبناء النادي الأهلي في هذه الفترة. زي ما بقول كنا احنا بنلعب بقى الماتش قبل الماتش الكبير، كان مسميه الماتش الكبير بتاع الفرقه الكبيره، بتلعب الساعه 3 احنا بنلعب الساعه 1. فكنا بقى بعد ما نخلص الماتش بتاعنا، ونفسي برضو احكي لكم حكايه الهدف الذي لا ينسى دي متذكره لغايه النهارده، كنا بنتفرج بقى على الماتش بتاع الفرقه الكبيره، واكيد كل واحد فينا بيتمنى انه في يوم من الايام انه يوصل الى مرحلة انه هيلعب بقى في الفرقة الكبيرة دي اللي هي تلعب في الدوري الممتاز. ايضا كل واحد بيبقى نفسه يبقى زي فلان. فكان الحقيقة اللي كانوا شدوني قوي الحقيقة، اول واحد شدني الحقيقة كان رحمة الله عليه الكابتن محمود الجوهري، لان كنت بشوف فيه نموذج. انا كنت بلعب فرو يعني بلعب، يمكن كان في طريقة اللعب في ذلك الوقت حارس المرمى ثم باكين، باك رايت وباك ليفت، وبعدين يقول لك ثيرد باك الباك الثالث او متوسط الدفاع، ثم في اثنين كات هاف باك يمين وهاف باك شمال، وكنا بنلعب خمسه فراوده، وينج رايت انسايد رايت سنتر فورورد انسايد ليفت وينج ليفت. فكانت الحقيقه برضو طريقه اللعب اللي كانت موجوده في ذلك الوقت الخمسه الفراوده، فبيبقى عندهم في كثافه، فكان تلاقي الاجوان كتيره، يعني كان كل ماتش 3 4 يعني قليل قوي 3 4 الوقت النادر قوي لما تلاقي ماتش هيوصل 3 4 ليه؟ نتيجه الكره الايطاليه لما ابتدت بقى تتحول الى طرق الدفاعيه بحيث ابتدى ياخد الدفاع ياخد الثقل الكبير، فقلت القدره الهجوميه بحيث يقول لك عاوزين بقى لعيب الوسط يشتركوا مع الفراوده وخلافه، يعني ابتدت طرق اللعب تختلف يعني. فكان محمود الجوهري نموذج للفرد، وكان بيلعب يا انسايد رايت يا انسايد ليفت، وانا كنت بلعب حاجه من الاثنين يا انسايد رايت يا انسايد ليفت ايضا، وكنت بلعب سنتر فورد. وكم كنت سعيدا هي بتذكرها جيدا، يعني يوم ما كان في احد اللقاءات كده بيسالوا الكابتن صالح سليم كابتن النادي الاهلي بيقولوا له يعني تتوسم مين يبقى من اللعيبه يحل محلكم في يوم من الايام يعني،
فذكر اسمي من ضمن الأسماء اللي ذكرها، فكنت سعيد جدا بأن صالح سليم يقول أن ممكن فلان ضمن فلان وفلان يلعبوا بدالي دي. وكذلك كان محمود الجوهري رحمة الله عليه، وكان أيضا بيعجبني كنموذج طارق سليم كهافباك. أيضا طبعا لا أنسى المهندس العظيم، مهندس الكرة المصرية رفعت الفناجيلي، مهندس يعني أقول إيه، كان الواحد يحب يتفرج عليه كده. وكان نادي الأهلي بيتميز بالجزئية دي، إن نفسي كده لو في أفلام بتاعة زمان كده، المباراة بتاعة زمان، شوفوا بقى كان النادي الأهلي يتميز إن اللعيب لازم يبقى ليه ستايل، يعني أو ليه شكل كده، في حرفنة النادي الأهلي، ازاي بيلم الكرة وازاي بيتحرك بالكرة وازاي يباصي الكرة وازاي يشوت الكرة، مش مجرد واحد بيجري في الملعب ياخد الكرة يوديها لواحد زميله. فكان الحقيقة نقول ايه، نتميز، شوفوا بحضراتكم بقول بحرفنة لعيبة النادي الاهلي، ثم بقى نقول القوة المعنوية العالية بالتصميم للنجاح في اي ماتش. ده الاجواز خطفها منه طارق سليم وبيخش طارق قدام بين بدأ وعبد الفتاح وبين جيرمانو استنى تذكر روحنا في الأجبال الماتشات، في ماتشين ما نسهمش، والماتشين النادي الأهلي مغلوب فيهم وباقي 10 دقايق أو ربع ساعة، ويطلع النادي الأهلي غالب في الماتشين. فؤاد صدقي كان ده الجيل بقى اللي قبلينا، كنا احنا يمكن في بداية تحت 16 سنة، كان بيلعب كورنر، كان ممكن الكورنر يتحط جول من الحرفنة. وكنا مره بنلعب برضه على ارض الزمالك في النادي القديم في الزمالك هنا، والاهلي مغلوب جون او اتنين مش فاكر، وباقي ربع ساعه والاهلي كسب في الماتشين بالروح القتاليه والتصميم لغايه اخر دقيقه. وببقى سعيد جدا الحقيقه لما بلاقي ان الروح دي ما زالت موجوده، يعني الماتش اللي الواحد بيشوف فيه فرقه النادي الاهلي ما فيهاش اللي بيسموها الفايتنج سبيريت او الروح القتاليه دي بتاعه النادي الاهلي، بيبقى الواحد قلقان. يعني طول ما النادي الاهلي فيه محافظ على الجزئيه بتاعه الروح القتاليه، الواحد بيبقى مطمن لاي مباراه بيلعبها النادي الاهلي. وما من شك طبعا ان نتيجه المتغيرات اللي بتتم في الاختيار والتعاقد وبتاع دلوقتي، يعني كان معظم الفرقه بتطلع من ابناء النادي الاهلي، ودي كانت ميزه بتخلي الانتماء بالنادي انتماء قوي. وكان بيجينا 2-3 لعيبة من خارج الفرقة، لكن بقول في الجزئية دي كيف يحافظ النادي الأهلي على نقول الروح والتصميم، الروح والتصميم والإرادة، لأنه دايما كيف نحافظ على أن النادي الأهلي يبقى في القمة دائما، وكيف نحافظ على النادي الأهلي يدي نموذج للآخرين. ويمكن في حديثي مع حضراتكم كده قلت إيه الهدف الذي لا ينسى، فاكر كده في مباراة نلعب ماتش مع فريق السكة الحديد، وحاولنا ضاغطين في الهفتام الأولاني إن إحنا نحاول نجيب جون، مفيش جون، طلعنا متعادلين. نزلنا بقى في الهفتام التاني كده وكان عندهم جون كويس قوي حارس المرمى، نتيجة بقى ان هو كويس قوي عنده بقى الثقة في نفسه زيادة، فنازلين بقى الافتام التاني لقيته كده واحنا هنسنتر في نص الملعب، احنا علينا الدور نسنتر، لقيته واقف على نقطة البنالتي كده يعني بره الجون حوالي 10-12 ياردة. فقلت لزميلي اللي جنبي رحمة الله عليه صبري شريف، كان من اللعيبة الكويسين بس ده استشهد في اليمن الحقيقه حرب اليمن، قلت له يا صبري زق لي بس الكره، كنا الاول ما بترجعش الكره لورا، لازم تعدي محيط الكره يعدي للامام، فقلت له بس زق لي الكره كده، زق لي الكره كده واحنا لسه في دايره السنتر
ومن دايره السنتر رحت، كانت رجليا الاثنين رجلين حلوين بشوط من بره 18 من اي حته، فمن نص الملعب حطيت لي الكوره رحت شايتها جول من نص الملعب، وطلعنا كسبانين بالكوره دي. كان لدرجه بقى عشان الواحد كان بيشوط كويس يعني رجليه الاثنين كويسين، كان الله يرحمه بقى الكابتن عبد الصالح الوحش كان المدرب وما لعبت مع الفرقه الكبيره، فكان كان لوحده ما فيش بقى الامكانيات اللي موجوده حاليا، الطاقم المعاونين اللي في كل التخصصات اللي موجودين مع مدير الكره ولا المدرب اللي موجود يعني. فكنا بعد ما نخلص التمرين عايز يمرن حراس المرمى، فكان ينقي اللعيبه اللي هي تتميز بان بتشوط كويس ويقعد يمرن حراس المرمى بقى الكور اللي بتنط والكور اللي على الارض وبتاع، واحنا نقعد نشوط في الاجوان بعد التمرين نخلص التمرين حوالي 10 دقائق ربع ساعه يبقى تمرين لحراس المرمى. خلال الفتره دي الحقيقه بقول يمكن ذكرت الشخصيات من اللعيبه بالفرقه الكبيره اللي كان الواحد نفسه يبقى زيهم. لما لعبت بالحقيقه مع الفرقه الكبيره في كم واحد برضو لا انسى، ان احنا كان في توافق في طريقه اللعب وبنعمل دويتو كويس، فدويتو يعني اتنين مع بيلعبوا مع بعض كويس في الوانتو هات وانتو هات وخد. بتذكر كان في هاف باك معانا في النادي الاهلي اسمه انور صالح اللي موجود في اتحاد الكوره حاليا، كان في السنوات الماضيه كان هاف باك نموذجي وكان يتميز ايضا. بقول ايه يعني كان الواحد بيبقى سعيد قوي لما بيلاقي لعيب الكوره في الناحية الفنية على مستوى عالي وفي نفس الوقت على الناحية الأخلاقية والسلوكيات على مستوى عالي أيضا، الاتنين دول لما بيجتمعوا بيوجدوا نموذج طيب الحقيقة. فكان أنور أحد هذه النماذج، فكنا نعمل في التمرين والماتشات الحبية الوانتوهات دي اللي هاتوا خد يمكن من قبل نص الملعب لغاية ما نحط الكرة في الجول. اتكررت دي الحقيقة جينا في النادي الأهلي في وقعتين برضو احب اقولهم لحضراتكم عشان تدي نموذج النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. جبنا الكابتن رضا بتاع الاسماعيلي انضم للنادي الاهلي وكان في مشاكل عليه وبتاع، المهم كيف لعبت معاه فتره وايام بقى ما كنا بنلعب التمرين والمباريات الحربيه قبل الدوري يعني، فكان رضا بيلعب اون جرايت وكنت انا بلعب جنبه اون سايد رايت زي ما كنت بلعب اون سايد رايت، وكان انور صالح بيلعب هاف رايت. فالحقيقه بقول انور صالح او رضا الاثنين الحقيقه كان في تفاهم، وكان يعني لو خدتنا احنا الثلاثه هتلاقي احنا الثلاثه كنترول كويس في الكوره وبالتالي الوان تو سهله. وبعدين انا فاكر كده كانوا يقولوا لنا تشوف الخط الابيض ده بتاع خط ال 18 لازم تشوت في الجول، واللي ما يعرفش يشوط الكره في الجون يجيب جون يبقى ما بيعتبروه مش لعيب على مستوى يعني. فكنا احنا الثلاثه الحقيقه نقول ايه بنتميز ان البول كنترول كويس او السيطره على الكره كويسه والوانتوهات شاطرين فيها، ثم شوط من بره ال 18. بتذكر الحقيقه من اللعيبه برضو اللي الواحد تذكرهم بالخير طبعا كان في مصر لعيب من اللعيبه الموهوبين اللي من الصعب تكرارهم الحقيقه زي ما بنيجي نقول كده الخطيب ابو تريكه وهكذا يعني، كنماذج عشان ما نعممش للكل نقول حد او حضره كنماذج دول او بتحدث عنهم كنماذج لان في الكثيرين زيهم. جبنا ايضا الدوزوي كان بيلعب في النادي المصري في بورسعيد وانضم لنادي الاهلي، وطبعا مصر كلها الدوزوي ده اللعيب نقول عليه الفلته اللي ما فيش حد زيه يعني، لدرجه فاكر كده كان يقول ايه؟ يقول لك بس احذفوا لي الكوره في ال 18 يعني، مجرد حد يحذف له الكوره في الايه؟ في ال 18 تلاقي الدوزوي ده واخدها كده على وش رجله وقبل ما تنزل الارض حاططها في المقص البعيد اليمين او المقص البعيد الشمال، هو ده كل اللي بيعمله يعني، هم كورتين ثلاثه بجونين ثلاثه. فكان نتيجة الحرفانته الزيادة دي والشهرة بتاعته فكان مش منتظم في الانتساعات في التمارين بتاعت النادي الاهلي، فبتذكر لا انسى اليوم ده رحمة الله عليه ايضا، ما احنا كان
زي ما قلت لحضراتكم كده اللي كان مدرب بتاعنا رحمة الله عليه الكابتن عبد الصالح البحر، وكابتن الفريق صالح سليم رحمة الله عليه، ومدير الكرة اللي هو علي زيبر رحمة الله عليه أيضا يعني. فعلي زيبر بقى كان شخصية قوية وملتزمة، والانضباط والالتزام والجدية يعني سمات بتنعكس على الفريق بالتالي على الكل، بحيث اللي بيبقى مش كده بيبقى حس نفسه غريب في وسط الأسرة دي المتميزة بتاعت النادي الأهلي. فعشان جه مرتين ثلاثة كده متأخر في التمرين، ففوجئت بصيت لقيت كده اللي هو على الزوار بيشاور لي كده، انت ايه اللي جايبك؟ لما تعرف قيمة النادي اللي انت دخلته ده من البوابة دي تبقى تيجي، انما عاوز تيجي التمرين على راحتك وتيجي تفضل. الضيزوي بيقول له تفضل امشي، يعني طول ما انت مش ملتزم بقيم النادي الاهلي لا ما احناش محتاجينك. فدي بقول من الدروس اللي هي بتتكرر من جيل لجيل، ان القيمة مهمة جدا في النادي الاهلي، وكيف النادي الاهلي بيحافظ على هذه القيمة، وبالتالي دايما بيدي النموذج الطيب للآخرين. النادي الأهلي كان ثري في نقول أبنائه اللي كانوا بيرتبطوا ارتباط نقول يعني أسري، كأننا أسرة فعلا، كأن ده بيتنا، كأن ده أهلنا. فكان الحقيقة نقول إيه نماذج طيبة، وكان معظم دول كلهم لعبوا في الفريق الأول يعني تدرجنا إلى اللعبنا. ويمكن بتذكر برضو كان فيه لعيب الحقيقة يمكن دي عرفتها بمحض الصدفة بعد كده، كان فيه لعيب عندنا اسمه مصطفى طنطاوي كان بيلعب، إحنا كنا تحت 16 وكان هو تحت 18. اكتشفت بعد كده إن هو كان الأخ الأصغر للمشير طنطاوي، وكان بيلعب معانا بس في الفرقة العمرية اللي أكبر مننا، يعني أنا تحت 16 يبقى هو تحت 18. كنا مسمينه الضيزوي الصغير، فكان حريف لأعلى درجة الحقيقة. بس للأسف ده ما كملش نتيجة ما حصلت له حادثة، فما كملش معانا في الكورة، لكن كان الحقيقة قطاع ثري جدا بتاع الناشئين. وشوفوا ده كان اهلاوي، وكان المشير طنطاوي اهلاوي زملكاوي، والمشير طنطاوي يمكن خدمت معاه بعد كده ده ما حاول لحضراتكم في كاريري العسكري، لكني لمسته رغما ان هو زملكاوي ازاي بيحب النادي الاهلي، وازاي هناك له لمسات وفاء للنادي الاهلي لقناعته الشخصيه بقيمة النادي الأهلي، وده ما يميز الحقيقة النادي الأهلي. ويمكن بتذكر كده وقعتين فيهم الجوانب الإنسانية، لما كان الفريق مرتجي رحمة الله عليه لقيت خالد مرتجي بيكلمني يعني بيقول لي أنه في مستشفى المعادي وظروف الصحية صعبة وقلقانين عليه، فوصلت كده الرسالة للمشير طنطاوي عندما كنت مساعد لوزير الدفاع، فورا قال لك يسافر إلى الخارج. كذلك بتذكر رفعت الفناجيلي رحمة الله عليه أيضا لما بلغنا أنه هو تعبان على طول على المستشفى المعادي، وفاكر أن أنا على طول رحت له هناك يعني. فكان نقول اللمسات الإنسانية أهدي بقى ما فيهاش ده مين ولا ده تبع مين ولا في أنهي نادي ولا الكلام اللي يقول إيه الرياضة. أصل الرياضة دي معرفش هي الجوانب المادية أثرت فيها تأثير كبير الحقيقة، يعني كانت الرياضة والروح الرياضية أيا كان التنافس شيء والعلاقات شيء آخر، معرفش إيه اللي حصل فيه. بعتبر ماديات الحياة الحقيقة يعني عملت تغير كبير قوي في منظومة القيم الرياضية التي كانت تربطنا كلنا مع بعض. ما كانش الواحد يحس أو لا يعني، كان الواحد يشوف حتى فإحنا في الأشبال شوف نبيل نصير ولا علي محسن ولا كل دول كأننا واحد مع بعض، ما فيش النعرات اللي هي بتوجد أي شكل من أشكال التعصب أو
البعد عن الآخر. دي تنافس. أنا ممكن أن أكسب ممكن أنت تكسب. دي رياضة. ده بالعكس دي كيف تنمي بقى القيم الطيبة ما بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض. أيام كانت أيام جميلة الحقيقة بتاعت الفترة دي. الحقيقة الانتماء للنادي الأهلي في الفترة دي حرق الشعور الشخصي الحقيقة. لا الواحد كان بيفتخر انه عضو من اعضاء النادي الاهلي. يعني تخيل انك انت مع نفسك كده بتقول انا عضو في النادي الاهلي. دي في حد ذاتها كانت بتعتبر قيمة ونموذج وفخر لاي واحد. وكيف يحافظ على انه يظل عضو في هذا النادي لاخر نقول عمره يعني. فلا النادي الاهلي قلعت، انا مسميه كده قلعه الوطنيه المصريه والاسره المصريه. ده انا نفسي كده اقول ايه، يمكن الايام دي الحقيقه بقول ايه في استكمال رساله الواحد بعد الخدمه الطويله اللي في القوات المسلحه اللي اكثر من 40 سنه. الحقيقه ما زلت حتى الان حتى هذه اللحظه بقول دايما طول ما الواحد لديه القدره للعطاء فلازم يدي. فعندما التقي الحقيقه بال بعض الزملاء في القوات المسلحة سواء كانوا الضباط أو الجنود الحقيقة ببقى سعيد جدا. كنت في اللقاء كده منذ عدة أيام الحقيقة ويمكن كان تكرر في السابق مع الجنود الجداد اللي داخلين القوات المسلحة. فباجي كده في آخر اللقاء الحقيقة بقول لهم مين فيكو أهلاوي؟ وفاجأ ان اكتر من 90% من 90% كلهم رافعين ايديه بيقول لك احنا قلبي. دي يعني اقول اهو نموذج. معلش بقول ايه، بقول النموذج ده ليه؟ لان الواحد كان فاكر ان الدنيا مع التغير اللي بيحصل في الاوضاع الاجتماعيه دي قد يكون هناك تغير في الانتماء للنوادي. لا، شعبيه النادي الاهلي بقول اهو حتى في الاجيال الجديده شعبيه. يعني الاقي مثلا اقول ايه مش اقل من 90% من الشباب اللي موجود ده بينتمي الى تشجيع النادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي. لا، النادي الاهلي بسميه كده قلعه الوطنيه المدنيه. الانضمام الحقيقة لأسرة النادي الأهلي الكبيرة دي كان رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت عبود باشا، أحد يعني أبسط شيء أحد رموز الوطنية المصرية اللي كان كيف يوظف القدرات والإمكانيات اللي لصالح بلده. يعني ما هو ده نموذج
لما بنيجي نقول اذا كان رئيس النادي يتسم بهذه السمه. فعشان كده انا يعني اقول كلمه لا اجامل، انا ما بعرفش اجامل الحقيقه، ولكن بتحدث دايما بقول ايه، التلقائيه من القلب بتبقى صادقه الحقيقه. فبقول اذا كان رئيس النادي الاهلي رمز، اكيد هينعكس ذلك على كل من يعمل في النادي الاهلي. امين شعير بوجهه الباسم، بشخصيته الهادئه، باتزانه في التصرف في المواقف، عمر الواحد ما كان يحس ان في الاسره دي اي شكل من اشكال الارتباك او الازمات، او حتى لما كان بيبقى في اي مشاكل كانت بتتحل وبهدوء وبرزانه. لا، كان برضو نموذج القياده الحقيقه بينعكس على كل التصرفات الاخرى لمن هم اقل منه من حيث المسؤوليه. ف الحقيقه الشخصيات اللي الواحد تعامل معاها في هذه المرحله، رغم انه كان لسه برضه في مرحله الشباب، انما كان يشعر انهم بيدوا نماذج للاخرين، ما نماذج طيبه للاخرين. الحقيقه فرحه ان انا انضميت للفريق الاول دي كانت فرحه لا تنسى، ويمكن دي بتقودني الحقيقه بقول ايه، الشعور اللي مريت بيه في اول يوم قالوا لي انك انت هتلعب بكره الماتش الفلاني، ما نمتش بصراحه من القلق بتاع ان بكره هكون في الملعب، الناس دي كلها بتتفرج علينا واحنا في الملعب. لما صعدت الحقيقه مع الفريق الاول ولعبت، وكان ماتش في منتهى الحساسيه، يعني يمكن الماتشات الاخيره للدوري السنه دي الحقيقه فكرتني بنفس الوضع اللي كنا فيه في ذلك الوقت، لان كنا بنلعب ماتش وكان في حالات اصابه للعيبه الاساسيين اكتر من لعيب في النادي الاهلي. النادي الاهلي في وضع صعب، اكتر من لعيب مصاب، كنا احنا دوب لسه طالعين من الفريق الثاني اللي تحت 21 سنه، فنزلونا ثلاثه من الفريق الثاني مره واحده، والثلاثه فراوده، انا انسايد رايت، مصطفى عبد الغالي سنتر فورورد، فتحي فوزي انسايد ليفت. فتخيل بقى يعني ثلاثه من الخمسه، وكان اعتقد يمكن مش فاكر احمد زايد كان وينج رايت، وصبحي تقل كان انضم لينا من السكه الحديد وينج ليفت. يعني خمسه فراوده مش تقال قوي، بس لازم نكسب الماتش، لان لو ما كسبناش الماتش مش هناخد الدوري. والحقيقه يعني ربنا كرمنا ووفقنا وكسبنا الماتش ده 2-1، ولا انسى طبعا، لان في الماتش ده يعني يمكن وفقت في كوره حطيت فوت من كذا لعيب وعطيتها لصبحي تقول، جبنا جول الاولاني، الجول الثاني برضه فوت من كذا لعيب، فلقوا ما فيش فايده راحوا واخدين رجلي بنالتي، راح يوميها حتى مصطفى عبد الغالي شات البنالتي دي جابوا جول، فكسبنا 2-100. كنا بنلعب ايه بقى؟ نادي اولمبي القناه، اولمبي القناه ده كان من الانديه نقول ايه القويه جدا. فالحمد لله يوميها كسبنا في اول ماتش لعبناه ده مع في الدوري. وفاكر الماتش ده كان معايا طبعا ربنا يديله الصحه وطول العمر الكابتن طه اسماعيل بعظمته من ايامه الحقيقه، ويمكن بيتسم كابتن طه، الواحد كل ما بشوفه بابا سعيد الحقيقه. حلوه ان تشوف طه اسماعيل اللي الواحد شافه من 50 سنة، هو طه اسماعيل اللي الواحد بيشوفه لغايه دلوقتي باخلاقياته العاليه، بهدوءه، بتصرفاته الرزينه العظيمه، يعني نموذج من النماذج الطيبه اللي بتمثل الحقيقه النادي الاهلي، ومشرف لها في اي موقع بيحتله او بيؤدي فيه اي وظيفه من الوظائف. وكنت تحس اللي حسينا شاف احنا ثلاثه جداد، الباقي بيخدم علينا وازاي بيشجعنا وازاي خلانا فعلا ازاي نكسب الماتش، يعني لما تيجي تحسبها بالحسابات المنطقيه
هم اقوى مننا بكتير، لكن ازاي بقى بالروح والتعاون ما بين الناس القدام واللي احنا المجموعه. حتى فاكر يوميها كده طلع في الاهرام مع التقييم بتاع الكابتن نجيب المسكاوي، رسمين كاريكاتير كده في الاهرام عاملين اسد كبير كانه النادي الاهلي، ومنزل بقى 3 أشبال جداد اسود صغيرين كده، قال لك الاسود الصغيرين دول هما اللي كسبوا بقى الاسد الكبير. يعني النادي الاهلي عظيم وسيظل عظيم ان شاء الله. اول لما انضميت للكليه الحربيه وخدوني بقى عشان فرقه الكوره، بس لسه مستجد بقى، انا لسه جديد، فبلعب بقى بطريقه النادي الاهلي داخل، ما انا متربي بقى في النادي الاهلي. طريقه لعب ايه؟ طريقه لعب النادي الاهلي لازم، ما قلت في البدايه لازم اللعيب ده يبقى زي بقوله كده ستايل، يعني ليك مظهر زي لمه الكوره ووقفه الكوره وتاخد على صدرك وتمشي مشيتك بالكوره. الكليه الحربيه بقى اول ما ابتديت العب بالستايل ده لقيته كده، كان كابتن الفرقه كان في نهائي وكان اسمه جمال قريطه، لقيته انت طالب لعب الكليه هنا حاجه تانية، هنا تخش جامد مش عارف ايه، يعني حته الستايل دي والمظهر وبتاع. لا فاكر بعد ما اتخرجت كده واقع على انساها للكابتن رفعت الفناجيلي رحمه الله عليه، كان عظيم رفعت ده. فكنا بنلعب بقى الطريقه الجديده، كنا اتعلمنا من البرازيل، يقول لك في 3 فرافده، وينج رايت سنتر فورد وينج ليفت، ثم الانسايدين الانسايد رايت والانسايد ليفت، دول مع الاثنين الهاف باكات يعملوا مربع نص كده، يمسكوا نص الملعب مربع نص. فكنت بلعب انسايد، فكان لازم انزل مع الهاف باك اللي جنبي، احنا اللي نمسك منطقه الوسط قدام رايح راجع. فانا واخد بقى على طريقه لعب الكليه الحربيه، رايح جاي رايح جاي. فلقيت الكابتن رفعت واحنا بنلعب كده في ماتش باتشات، لقيته بيديهالي، هو كان ليه اللكنه الدمياطي الظريفه دي، قال لي كابتن بالراحه هنا في بنزين، يعني ما تحرقش، رايح انت رايح جاي عمال تحرق طاقه طبعا بنزين انت. فيعني لا لا انساه له، حتى ذكرته بيها وهو كان تعبان في المستشفى، لقيته مات على روحه من ده. وكنت يمكن من الحاجات اللي كانت بترتبط بصالح سليم، كنا في اي ماتش من الماتشات تلاقي رفعت الفناجيلي عامل ماتش 10 مرات قد اللي عمله صالح في الماتش، الجمهور بينادي لمين بقى؟ صالح صالح. اقول لهم يا جماعه طب رفعت ده اديله حقه، يعني رفعت عمل في الماتش قد اللي عمله صالح ده 10 مرات، لكن كان في كاريزما الناس بتحب كلها. ما قبلتش ان انا اروح اقعد في الاتحاد الرياضي، حاسس ان انا بدون وظيفه او مسؤوليه، امال انا ظابط ازاي؟ يعني الاقي الكابتن عبد الصالح الوحش يقول لي يا كابتن انت جيت متاخر، احنا خدنا 5 لفات في الملعب الاول، روح اجري الايه؟ ال5 لفات. اقر انا فلان الفلاني باني لا ارغب في ممارسه الرياضه الا في اطار انشطه القوات المسلحه وذلك حفاظا على مستقبلي. مهمة صعبة، ان كيف ادافع عن منطقة في سيناء في وسط سيناء ضد اي قوات المظلات للجانب الاسرائيلي، مضيق كان كيف ادافع عنه. بيشجع ده يعني يمكن بيبقى اكثر حماسة من اللي بيلعب، شجع النادي بحب واخلاص.